لو جينا اطلعنا على عمارة معينة وراقبناها لفترة زمنية طويلة وركزنا على مصعد واحد، خلينا نركز بس على مصعد واحد في البداية. فعندي هون راح اخذ، وخليني افترض انه عندي عندي باسنجرز موجودين بالعمارة، وراح احط اللي طالع، الخط اللي طالع هون والخط اللي نازل هون، فكأنه هي العمارة فعليا هي ريكتانجل، ريكتانجل وان واي ريكتانجل، طالعين بهذا الاتجاه نازل بهذا الاتجاه. راح نيجي نرسم هون، هلا راح نرسم، خليني احاول اشكل الالوان شوي. راح اجي ارسم مثلا عندي هون، هلا السهم هذا السهم انا في عندي طلب خارجي طالع، خليني افترض هاي العمارة، خليني نقسم هذا. شو رايكم نستعمل نفس اللي عملناها المرة الماضية؟ هاي بي 1 وهاي جي، هاي 1 هاي 2 4 5، كان عندنا 5، خلينا نزيدها شوي، نزيدها 6 7 8. وخليني افترض انه عندي بالعمارة الآن تشكيلة incoming و outgoing و order flow. راح اجي اخذ جيرني هون، هاي جيرني، خلينا نفترض انه هون عندي ثلاث ركاب، 3 passengers ورا هذا الطلب، وناخذ مثلا انا بس راح احطها لون ثاني بس عشان نميزها عن بعض، هيك مثلا ناخذ لون احمر. الكل فاهم المثلث والدائره شو معناهم؟ المثلث يعني هو طلب خارجي، كبسنا على طلب خارجي، وقف على الطلب الخارجي، لما دخلوا هذول الثلاث ركاب جوا وين كانوا مقررين يروحوا؟ هلا مش شرط طبعا كلهم رايحين على نفس المكان، بس انا حاططهم هون هلا بنفس المكان، ها؟ بعدين واحنا ماشيين لقينا بطريقنا في هون طلب كمان. الطلب هذا خلينا نفترض انه وراه راكب واحد بس. وخليني افترض انه الركاب كلهم، او بلاش نحط لهم اوزان، رح نحطهم بالركاب، رح نعمل الهاي بالركاب مش بالاوزان. ورح ناخذ هون واحد، بعدين خلينا ناخذ كمان لون، هلا نيجي نفترض انه عندي هون هي لانه نزول رح نحطه على اليمين. هون كان عندي 4 ركاب، بس الاربع ركاب رايحين، واحد هون واحد هون واحد هون واحد هون، ونحط اخر جيرني بالاسود. خلينا نفترض عندي راكبين، والراكبين نازلين. طيب هل الترافيك هذا ميك سنس؟ ما حطيتش انا انتر انترنس ترافيك، حطيته معظمه راح يكون هلا هذا هون انتر فلور، لانه فرضت هذول الطابلين هم الانترنس، وبعدين عندي هذا، هي هذا انتر فلور ترافيك مضبوط، هي هذا انتر فلور انتر فلور انتر فلور اوت جوينج، وهذا عندي هون اوت جوينج كمان. اوكي هلا بدنا نيجي نعمل حسابات لهذول الرحلات. هلا حطيت 2 4 3 1، هي رحله بسيطه بس راح تشوف منها هلا. هلا هدفنا احنا نطلع نطلع نسبة الجيرنيز واللود تبعي راح يكون بعدد الباسنجرز. خلينا نحسب هلا نشوف ايش راح يصير عندي، راح احول هاي الجيرني لجيرني متصلة كاملة، راح اعتبرها انها جيرني كاملة واسكرها من هون. فإذا راح نبدا من هون من الثالث، هلا من الثالث خلينا نحط هون من الثالث لوين راح اروح؟ راح احمل، عفوا من الثاني اسف، من الثاني راح اروح الى، راح اضطر اوقف هون مضبوط؟ الرابع قديش راح يكون محمل معي؟ ثلاث ركاب، لسه ما اخذت الرابع. اذا هون راح اروح من الثاني الى الرابع وانا محمل ثلاث ركاب، بعدين راح اروح من الرابع للسادس وانا محمل اربعة. نزل عندي ثلاثة، مين ضل عندي؟ واحد. راح اروح من 6 ل 8 وانا حامل؟ شو بدنا 7؟
من 6 من 6 ل 8 لو وقفت على 6 نزل له 3 وبعدين بدي اكمل على 8 عشان اوصل هذا الشخص. اذا عندي وهي جيد راح يطلع مانع في الرحله فيها زيرو. قديش كنت رحت على 8 وقديش كنت حامل؟ بعدين راح اروح من 8 ل 7 وعلى فكره هاي داون هاي اب هاي اب وهاي مش هيك. هلا من 7 راح نروح ل 4 واحنا حاملين قديش؟ 4. وبعدين راح نروح من 4 ل 3 واحنا حاملين. هلا المفروض نزل واحد وضل 3 معي مش هيك؟ ليش؟ لا هون ما حملنا. لسه انا في 4 رايحين احنا على 3 ومعنا 3. هلا ب 3 راح ينزل واحد ويطلعوا 2 فبتزيد حمولتي بتصير 4 بروح على 2. لا مش على 2 على 1. ايش بصير عندي في 1؟ بنزل 1 فبنزل الحمل 70 ل 3 مضبوط؟ بعدين برد بروح من هون 1 لوين رحنا؟ على الجي. وبعدين من الجي نروح على بي وضل معي 2 مش هيك؟ وبي 1 خلصت. كم جيرن عندي؟ 1 2 3 4 5. هلا هذول كلهم داون 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 داون. بدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بنقدر نحللهم التسعه كلهم هذول مش هيك؟ الجيرن الاولى ايش كانت اب ولا داون؟ عدد الطوابق؟ 2 اذا بلس 2. قديش الحموله؟ اذا هون عندي هاي الجيرني وعندي هون اللود، اللود اللي معي هاي الجيرني. قديش كنت حامل؟ 3 بي. اذا بدك بي حطها 75 كيلو، بدك تخليها في بصير تحط اليونتس اللي بدك اياها. بعدين عندي جيرني من 4 ل 6 اب، اذا بلس 2، قديش كنت حامل؟ 4 بي. بعدين عندي 6 ل 8 كمان 2 وكنا حاملين 1 باسنجر. بعدين عندي من 8 ل 7 ماينس 1 كنا حاملين 0 بي. بعدين عندي من 7 ل 4 ناقص 3 كنا حاملين 4 بي. وبعدين من 4 ل 3 ناقص 1 كنا حاملين 3 بي. وبعدين من 3 ل 1 ناقص 2 كنا حاملين 4 بي. وبعدين من 1 ل جي ناقص 1 وكنا حاملين 3 بي. واخر شيء من جي ل بي 1 كنا حاملين كنا ناقص 1 وحاملين 2 بي. كل جيرني كم فيريبل لها؟ 2. الفيريبل هذا ممكن يتراوح من 0 من 0 بي مش هيك ل بي بي. كم بس نستعمل بي ل بي راح يتراوح من 0 ل بي. فراح نيجي نحط الان. هلا مش هذا بقدر ابني منه probability density function. هلا اذا ضليت اعمل له ران لفتره طويله مش راح يزيدوا عدد هدول، راح يرد يطلع معي كمان جيرني. هلا في الوقت الحاضر بس واحده من هدول. لو بنيته على هذا، طبعا هذا مش صحيح لانه عددهم قليل، بس خلينا نفترض انه بنينا على هذا. كم ايفنت عندي هون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. في عندي 9 ايفنتس، فراح يعطوا لي 9 امبلسز. هلا بالوقت الحاضر متساوي البروبرتي تبعتهم اللي انا شايفه، مزبوط؟ اذا كل واحده منهم قديش البروبرتي فانكشن تبعتها او البروبرتي انها تصير الامبلس تبعها؟ 1 على 9. فراح يصير عندي هون، خلينا نشوف هلا وينهم. فراح ناخذ اكسس منهم يكون لود، اللود راح يمشي من 0 بي ل بي. فخلينا احط اللود هون از يونت اوف بي، راح يبدا من 0 وراح يروح ل بي. خلينا نفترض انه بي بالحاله هاي 4 ف 4 3 2 1 0 وهدول راح يروحوا من هيك. والدايركشن، الدايركشن عندي ايش اكبر رقم؟ عندي 3 مش هيك؟ هلا افترض عندي بلس ماينس 4، راح افترض عندي هون هلا هاي الجيرني، لينث اوف جيرني 0 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. وبعدين عندي 1 2 ثلاثة.
يلا اعطوني الامبلسز. ايش اول امبلس؟ بلس 2 و 3. هاي بلس 2 مش هيك؟ 1 2 3 هاي امبلس. وارتفاعه قديش رح يكون؟ هلا ارتفاعه 1 على 9 طبعا لما نزيد رح يبدا يتغير. الثاني 2 و 4 بلس 2 و 4 تي. هذا طبعا هون البي دي اف. بعدين عندي 2 1 0 1. بعدين عندي ناقص 1 و 0. ورغم انه 0 بس له probability. اوكي؟ مش انه هو 0 يعني ما لهش probability. ايش احتمال اني اكون مفلس؟ ها؟ probability عالية. ناقص 1، ناقص 3. وبعدين عندي 4، 1 2 3 هي 4 هون. ناقص 1 3 بي. ناقص 2 4 بي. وبعدين ناقص 1 3 بي. هي اجانا ناقص 1 3 بي تكرر. شو بصير بالارتفاع تبع هذا الامبلس؟ صار هذا 2 على 9 لانه عندي ناقص 1 3 بي. وينها؟ هي ناقص 1 3. فكل ما تكررت اكثر البروبتي فهي اقوى من هدول بالوضع الحالي. شو ضل عندي اخر شيء؟ ناقص 1 2. هاي بي دي اف. بس هذا شو اختلف البي دي اف؟ هل هو ديسكريت ولا كونتينيوس؟ بس هذا اختلف انه تو دايمنشنال. اخذت تو فاريبلز الان فما بكفي اقول ايش لينث اوف جيرني. فيمكن في جيرني تكون قصيره احتمال كبير انه يكون زيرو لود فيها عالي، بس يمكن احتمال ضعيف انه تكون امتي يكون في جيرني الا اذا كان كله انكمينج ترافيك. لهذا المشروع فكرته بدنا نطلع على عمارات مختلفه، بدنا نحاول هاي سيجنتشر. لو عملت لها رن لفتره طويله الان لمده 12 ساعه وطلعت الداتا رح يبين معي على الترافيك اللي موجود، رح يبين فيها شكل معين، ايش الشكل رح يكون؟ كانها ماشي كانه بلين، يعني كانه سطح. عندي سطح معين هذا رح يكون فوق هدول، رح الاقي مثلا السطح هذا انواع من عمارات معينه بزيح اكثر لهون او بزيح اكثر لهون. هاي كانها توقيع للعمارة تحت هاي الظروف، توقيع العمارة. هذا مفيد جدا اذا بدي احسب الانرجي كونسومشن تبعت هاي العمارة، قديش المصاعد اللي بتستهلك طاقة في العمارة. نعم. كيف بدي اجمع هاي الداتا؟ بالسوفت وير، كله بالسوفت وير بدك تعمل. ما في زي مثلا اوقف على المصعد اشوف وين بوقف. هلا بدك تعمل سيرفي، بتقدر تعمل سيرفي بس رح ياخذك وقت طويل جدا. هلا احنا رح نعمله، رح نعمل سيميليشن. احنا رح نجيب سيميليتر ونعمل له رن، ندخل له داتا محدده مدروسه، مدروسه بعنايه. بدي هاي العماره طبيعه، مثلا هاي العماره منتشره جدا مثلا في البنوك مثلا، او طبيعه العمارات او الاوتيلات مثلا. هاي العماره وطبيعتها من الساعه 8 ل 9 هي السيجنتشر، لها سيجنتشر معين.